نعم، بعد الدخول في الإسلام ماذا صنعت؟ والله بعد الدخول في الإسلام كنت أحب الإسلام جدا. سبحان الله. ودخلت الإسلام وأنا يعني كيف تسمى يعني الدمع. نعم. أيوة. تبكي. أيوة. نعم. أبكي. دمعت عيناك. كنت أحب الإسلام لأنني يعني وجدت يعني السكينة القلب يا حبيبي. ما شاء الله. سكينة القلب. بعد ما دخلت في الإسلام يعني حست يعني أنا كامل. ها نعم الحمد. رأيت أنه جسد مع القلب مع روح كل شيء رجع إليه كامل. الحمد لله الحمد لله.